السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء التشادي أحييكم وأقدم إلى حضراتكم العرض الرئيسي لهذا المساء. بحث اليوم وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي مع السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جينغ تشينغ، بحثا سبل تطوير التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والبلاد في مجالات البترول والمناجم والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية الأخرى. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. تشهد العلاقات الصينية التشادية تميزا كبيرا على المستوى الرسمي والشعبي، خاصة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثمار في مجال البترول والطاقة والمناجم. لذا حرصت تشاد على الاحتفاظ بالعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية نظرا للدور والمكانة الصينية على الساحة الدولية وأفريقيا خاصة. هذا هو الهدف من المقابلة التي جمعت وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي مع السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جينغ تشينغ. مقابلة طرحت الآفاق المستقبلية للاستثمار الصيني في تشاد، خاصة في مجال البترول والبنية التحتية وغيرها. حضر هذا اللقاء وزير البترول والمناجم عمر تربو جرما وعدد من مسؤولي الشركة التشادية للمحروقات ومسؤولي مصفات جرمايا، وكذلك عدد من مستشاري رئيس الجمهورية. خلال هذا اللقاء السفير الصيني في تشاد لي جينغ تشينغ أكد لوزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي بأن بلاده تعمل مع تشاد مع رغبتهم في الإسهام ومرافقة تشاد في تحقيق كل المشاريع التنموية، وذلك من خلال وجود الشركة الصينية للبترول والتي قد ساهمت ونفذت العديد من المشاريع التنموية بالبلاد. وزير البترول والمناجم عمر تربو جرما أقب خروجي من اللقاء تحدث لنا عن أهم المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء الذي جمع وزير الدولة كالزيبي مع السفير الصيني لدى البلاد. بعد اليوم الاستقلال المحروقات والخدمات البترولية يكون للمواطنين، والمواطنين يكون لهم فورماسيون ويكون لهم يعني توظيف في الشركات وفي أي معاملات البترولية. هذا ونذكر بأن الجانب الصيني والتشادي اتفقا مرة أخرى للتعاون والأمل وتجديد الثقة بين الشركة الوطنية الصينية للبترول والحكومة التشادية في مجال البترول والاستثمار. عقد صباح اليوم وزير الأمن العام والهجرة الجنرال سليمان أبكر آدم اجتماع عمل مع مختلف مدراء أقسام الشرطة الوطنية، حيث قدم الوزير حزمة من التوجيهات والرسائل المهمة المتعلقة بأداء المهام على أكمل وجه. محمد عثمان بشير. في اجتماع هو الأول من نوعه منذ توليه حقيبة الأمن العام والهجرة، وزير الأمن العام والهجرة الجنرال سليمان أبكر آدم كان وجها لوجه مع مختلف مسؤولي الإدارات والأقسام الفنية التابعة للشرطة الوطنية. اجتماع بدأ بكلمة ترحيب من قبل المدير العام للشرطة الوطنية الجنرال عثمان باسي لقمة، في حين قدم وزير الأمن العام والهجرة الجنرال سليمان بكر آدم كلمة مختصرة أعطى من خلالها توجيهات عامة وخاصة للشرطة الوطنية، حيث قال: يجب أن أكون واضحا معكم اليوم كما قلت ذلك منذ اليوم الأول، أنا ليس لدي صديق أو قريب ولا أتعامل حتى مع المعارف، أنا أتعامل فقط مع من يعمل بإتقان ويواظب عمله باستمرار. كما طلب وزير الأمن العام والهجرة الجنرال سليمان بكر آدم على ضرورة احترام مواعيد العمل والالتزام بأخلاقيات عمل الشرطة الوطنية من أجل الحفاظ على العلاقات المتميزة بينهم وبين المواطنين. كما شدد الوزير على ضرورة معاقبة المتسيبين عن العمل وإيجاد حلول عاجلة لأولئك الذين يتقاضون رواتب الشرطة وهم ليسوا على الميادين. هذا وختم الوزير حديثه بعدد من التوجيهات الأخرى الهامة من شأنها أن تسهم في تحسين أداء الشرطة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة. أثناء تواجده بمدينة واغادوغو العاصمة البوركينية، التقى وزير الشباب والرياضة محمد دونغا كريستيان بالشباب التشاديين المقيمين بالمدينة، وذلك بحضور المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية الشيخ ابن عمر. حسن جد عمر لديه المزيد من التفاصيل. تميزت إقامة وزير الشباب والرياضة رطوان محمد دونغا كريستيان بالعاصمة البوركينية واغادوغو بلقائه مع الفئات الشبابية المقيمة هناك من الطلاب وغيرهم بحضور المستشار الدبلوماسي لمشير تشاد الشيخ ابن عمر، حيث شرح الوزير رطوان لهؤلاء الشباب الآليات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الشباب وضرورة العودة إلى البلاد وطمأنهم على الفرص والتسهيلات المتاحة للاستثمار في أرض الوطن. على لسان ممثلهم، رحب الشباب التشاديون المقيمون ببوركينا فاسو بلقاء الوزير ووافقوا للعودة إلى البلاد من أجل الاستثمار عبر مشاريعهم
المختلفة. قام صباح اليوم رئيس وفد الأزهر الشريف محمد صديق حسن عبد النبي بزيارة إلى جامعة الملك فيصل والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك من أجل التباحث حول سبل التعاون بين المؤسستين ودعم الجامعة لمشروع فتح كلية للطب. المناسبة كانت بحضور السفير المصري لدى البلاد ومستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي ورئيس الجامعة. تقرير آدم محمد آدم حسن السيار. في إطار التعاون بين جامعة الملك فيصل والأزهر الشريف، قام رئيس وفد الأزهر الشريف بزيارة إلى جامعة الملك فيصل، وذلك من عجل التباحث حول سبل التعاون بين المؤسستين ودعم الجامعة في مشروعها لفتح كلية الطب. وقد شملت الزيارة كلية الشارقة للعلوم التربوية وكلية إدريس ديبي إتنول للعلوم القانونية والسياسية وكلية الدراسات العليا. وتأتي هذه الزيارة لتعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي، لا سيما في تخصصات الطب والإيلام والتدريب في البرامج الموازية للنظام الأكاديمي. نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف ورئيس الوفد البروفيسور محمد صديق حسن عبد النبي أوضح أن مقزى هذه الزيارة الوقوف على مبنى لجاهزيته ليكون نواة لكلية الطب. الدراسة إن شاء الله تبدأ من العام القادم، والدراسة يكون بها سنة لإعداد الطالب لدراسته اللغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية لدراسة الطب. مستشار رئيس الجمهورية الدكتور حسين مسار حسين أشاد بالتعاون المشترك بين البلدين والمؤسستين. رأينا الوفد الزائر الكريم من جامعة الأزهر بتقديم الرؤى والأفكار التي تساهم في تجهيز هذا المكان ليكون جاهزا لكلية الطب، وكذلك بلورة الأفكار والرؤى لإعداد المنهج الذي هو منبثق عن منهج كلية الطب بجامعة الأزهر. وفي ذات الشأن، فقد وصل وفد الأزهر الشريف إلى مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث التقى الوفد برئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد قاطر إيسا، وتباحث الطرفان حول إمكانية تعزيز التعاون بين المجلس والأزهر الشريف، وأبدأ الطرفان عن اهتمامهما بتطوير العلاقات لخدمة الشعبين. اللقاء حضره سفير جمهورية مصر لدى البلاد سعادة عمر الرفائي، وقد توج اللقاء بتقديم هدايا رمزية تكريما للضيوف وتقديرا لجهود الأزهر في دعم التعليم بالبلاد. نظمت صباح اليوم وزارة المالية والميزانية يوما توعويا حول مراجعة إدارة الاستثمارات العامة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث ترأس المناسبة المدير العام لوزارة المالية والميزانية بحضور عدد من المدراء العامون لبعض الوزارات. تقرير محمد طاهر صالح. بمشاركة عدد كبير من المدراء لمختلف الوزارات، جاء انعقاد اليوم الإخباري والتوعوي حول مراجعة إدارة الاستثمارات العامة واعتماد خطة الإدارة المالية. ممثل الاتحاد الأوروبي المستشار فريدريك ماترني قال إن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه المبادرات بالتعاون مع تشاد التي قطعت تعهدات في إصلاح الجانب المالي، وأن الاتحاد يقدم دعمه اللامحدود في مجال الشفافية والإدارة الرشيدة وإدارة الموارد المالية. من جانبه وفي خطابه الافتتاحي لأعمال اليوم التوعوي، المدير العام بوزارة المالية والميزانية بيجيري بنجاكي قال إن الإدارة العامة للمالية تعمل لإصلاح الجانب الحكومي عبر خلية وطنية، وذلك عبر شركاء البلاد كالاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الفرنسي، وذلك باعتماد الخطة حول الاستثمارات العامة مع وضع إطار عملي يأخذ الجوانب المالية في المسار الصحيح. وهذا الجانب تم وضعه باتفاقية مع الشركاء لوضع خطة استراتيجية لمراقبة الإدارة المالية واستراتيجية القطاع البنكية والاستثمارية، وهذا من شأنه يقوي السياسات الحكومية تجاه السكان وتقديم كل الخدمات الممكنة لصالح المواطنين. أطلق صباح اليوم المدير العام لوزارة العدل وحماية حقوق الإنسان ماجيتينغي تراوغرا فعاليات الورشة التدريبية والإعلامية لصالح قوات الدفاع والأمن حول مسألة احترام حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات. كان ذلك بقرية باكرا على بعد 15 كيلومتر شرق العاصمة أنجمينا. محمود حسن صمبو.
ستشهد البلاد في عامي 2021 و2022 انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، ولأجل تنظيم هذه الانتخابات المختلفة بشكل سلس فإن قوات الدفاع والأمن معنية بشكل مباشر، حيث هي التي تقوم بحماية المواطنين الراغبين في أداء واجبهم الوطني، وكذا حماية المعدات المخصصة لتنظيم الانتخابات على المستوى الوطني. لذلك فقد جاءت هذه الدورة التدريبية والإعلامية لقوات الدفاع والأمن حول مسألة احترام حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، مواضيع عدة سيتعرض لها المشاركون خلال فعاليات الدورة كالإطار القانوني الدولي والوطني الذي يحكم الانتخابات في تشاد، وطرق استخدام القوة أثناء التحقيق والاحتجاز والاعتقال، هذا بالإضافة إلى دور القوات الأمنية في حفظ النظام خلال فترة الانتخابات، وكذا مسؤولية القائد وقانون علم الأخلاق. الممثلة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد السيدة فلامينيا ميليني أكدت أن المفوضية ستستمر في دعم جهود الحكومة لصالح ترقية وحماية حقوق الإنسان في هذا السياق الانتخابي. المدير العام لوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان ماجتينغي تراوغرا في خطاب الافتتاح فعاليات الدورة قال إن هذه الدورة يجب أن تكون إطارا للتبادلات البناءة والخبرات التي يمكن أن تساعد في التخلص من الممارسات القديمة وإعطاء صورة جميلة لقوات الدفاع والأمن. كان ذلك تقرير محمود حسن صنبو حول الورشة التدريبية والإعلامية لصالح قوات الدفاع بقرية باكرا على بعد 10 كيلومترات وليس 15 كيلومترات كما أسلفنا. استلم عضو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية الدكتور محمد نور وداك الأجهزة الطبية الحديثة التي تساعد المصابين بفيروس كورونا على تسهيل عملية التنفس، حيث قدمت هذه الأجهزة من قبل مدير شركة غلينكور للأعمال اللوجستية المكلف بالتعاون مع الحكومة. عباس بكر مصطفى. المستشفى الولائي بفرشة حيث يتلقى مرضى فيروس كورونا العلاج والرعاية الصحية الكاملة، ولتعزيز خدمات المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة قدم مدير غلينكور المكلف بالتعاون مع الحكومة الدكتور آدم سليمان ودي أجهزة التنفس لعضو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية الدكتور محمد نور ودك، وأن وظيفة هذا الجهاز هي قياس درجات الحرارة لدى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وعرضه عبر شاشة خاصة، كما يعمل الجهاز على تزويد المصاب بالأكسجين اللازم لتسهيل عملية التنفس. المحطة الثانية هي المستشفى المركزي ذو المرجعية، حيث استلم المدير العام للمستشفى الدكتور صالح عبد السلام الأجهزة الطبية الخاصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدة. آلات دول يعني بيساعدونا في الماراثون الكوفيد، ما أول مرة غلينكور عدانا الماتيريال ده، هسه لقينا في أوبيتال فرشة، جينا في أوبيتال جنرال نفس الشيء، دول المرضانين التعبانين ده في ناحية النفس ده يعني أبريد بيساعدهم في النفس. مدير غلينكور المكلف بالتعاون مع الحكومة آدم سليمان وداي أكد وقوف مؤسسته في سبيل مكافحة جائحة كورونا، كما أن هذا الجهاز سيساعد في مكافحة الجائحة وإنقاذ أرواح المصابين بالفيروس. أطلق أمس الأول الأمين العام لولاية إنديه الشرق بمدينة أمجرس حاضرة الولاية محمد عبد الكريم علي فعاليات تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة، كان ذلك بحضور شركاء وزارة الصحة بالمنطقة. تقرير زكريا يحيى زكريا. ابتدأت الحملة ضد مرض الحصبة رسميا في إنديه الشرق تحديدا بمدينة أمجرس بتاريخ 22 مارس، وتستمر لغاية 28 من نفس الشهر. لدى كلمته ممثل اليونيسيف تيوفيل لوتولا باسمه وباسم جميع الشركاء، هنأ وزارة الصحة على مساعيها في إنقاذ حياة الأطفال، موضحا بأن الحصبة مرض خطير وهو أحد الأسباب الأساسية للوفاة لدى الأطفال في إفريقيا وفي تشاد، مضيفا بأن وزارة الصحة والشركاء وضعوا استراتيجيات للوقاية من هذا المرض وأن الشراكة تستمر بين الطرفين دائما. معلنا انطلاقة الحملة رسميا، الأمين العام لولاية إنديه الشرق محمد عبد الكريم علي شكر المندوبية الصحية والعاملين في هذا الحقل على هذه الجهود، داعيا الجميع مواصلة العمل بنفس التماسك بغية الوصول إلى الهدف المنشود.
ولا يكون ذلك إلا عن طريق توعية المواطنين في الأسواق والمساجد والكنائس والبيوت. على حد تعبيره، هذه الحملة ضد مرض الحصبة المعدي تشمل الأطفال من عمر 9 أشهر إلى 5 عوام بجميع الولاية في فترة أقصاها أسبوع. وفي ولاية وداي ترأس اليوم بمدينة أبشة الأمين العام للولاية محمود محمد صالح اللقاء التشاوري حول تعزيز دراسات تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وذلك بحضور مسؤولي الجمعية الرعوية التشادية. زينب الطيب محي الدين. نظم هذا الاجتماع من قبل الجمعية الرعوية التشادية، ويعتبر إطار تشاوري بين وزارة الثروة والإنتاج الحيواني والمنظمات الإنسانية والشركاء في مجال الثروة، وذلك بتمويل من البرنامج برابس من أجل تنسيق وتمويل المشاريع في قطاع الثروة بغية تقدم هذا المجال. رئيس الجمعية الرعوية التشادية بتشاد دكتور عادل بشير ذكر أن هذا اللقاء التشاوري بين الشركاء والعاملين في قطاع الثروة جاء لدراسة البرنامج وكذا تخطيط برامج في صالح العالم الرعوي. في كلمته لانطلاق الأعمال، الأمين العام لولاية وداي محمود محمد صالح حيار تحدث عن الجهود التي تقوم بها الحكومة التشادية والشركاء من أجل تقوية حياة الرعاة والنشاطات المتعلقة بالثروة من أجل تحسين الاقتصاد الوطني. ونشير أن هذا اللقاء حول البرنامج والمشاريع يعد السادس من نوعه ويدوم لمدة يومين على التوالي وجمع أكثر من 20 مشاركا. أما في ولاية بحر الغزال ترأس أمس الأمين العام للولاية جبرين سليمان نورين مناسبة عرض 50 شابا تم ضبطهم من قبل قوات الأمن والدفاع وهم متجهين نحو الشمال. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدوت. ضبط عناصر من قوات الدفاع والأمن 50 شابا يريدون السفر خفية إلى شمال البلاد، وقد تم عرضهم أمام الصحافة المحلية بحضور الأمين العام لولاية بحر غزال جبرين سليمان نورين. هذا وقد هنأ الأمين العام للولاية جهود قوات الدفاع والأمن التي تقوم بها من أجل الحفاظ على أمن السكان وممتلكاتهم، وطلب من الشباب عدم المخاطرة بحياتهم. وقال الأمين العام للولاية جبرين سليمان نورين إن هؤلاء الشباب سيقدمون للقضاء للرد على أعمالهم. المساعد الأول للقضاء أوضح أن هؤلاء الشباب سيحاكمون طبقا للقانون المعمول به في مثل هذه الأحوال، للإشارة أن هذه المناسبة حضرها مسؤولو الجهاز القضائي ومسؤولو قوات الدفاع والأمن والدرك والشرطة الوطنية بالولاية. وبالعودة إلى العاصمة جمينا، قدم صباح اليوم رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في تشاد بشارة دودوا بيانا صحفيا دعا من خلاله المواطنين إلى احترام قوانين الدولة والعيش في أمن وسلام. نتابع جزء من حديثه. كلام وزارات ده أننا ناس أم دفير الكوميرسان القديم ده عن مزارات ده ما يندور مزارة كثيرين لا يندور أي واقل عند حدودة عشان ده سوينا كوميرسان فيزا ليه الحكومة اللي لا زال بس مزارات ولا أي واقل حالي يجي في حدودة الإلكسيون كل حالي يجا إلكسيون وادي وبلا مشاكل هسه سمين أنا بني قال كي يدخلوا سوق النار سو خلي يدخلوا النار دم يدخلوا النار هسه زود هؤلاء ما يصير من ذلك آخر ميجي سو البيع هسه عندنا ده هل يقعد في بيت نقول والأخوان نقول أشاد ده ما نقبل ورق نمشي قدام. إن الأمن والاستقرار يعتبران عاملان أساسيان من عوامل التنمية والتعايش السلمي لأي مجتمع يربو إلى تحقيق النهضة والازدهار، ولأهمية السلام ودوره في استدباب الأمن والاستقرار والمساهمة في التنمية. فقد عد زميل أحمد ياسين عبد الرحمن الورقة التالية. إن السلام هو الخيار الأمثل لكل إنسان والمغزى الأساسي من العيش على وجه هذه المعمورة، والعالم بأسره ينشد السلام والاستقرار لأجل التعمير والبناء والتنمية. ولأهمية السلام فضل بعض من أبناء البلاد الذين كانوا في المعارضة بالأمس القريب العودة إلى الشرعية والمشاركة في عملية صنع السلام والتوجه نحو بناء الوطن مع الحكومة والمخلصين من أبناء هذا البلد.
واستجابوا للنداءات المتكررة من الحكومة التشادية بدعوة كافة الطبقات الاجتماعية والمهنية إلى العيش المشترك في ظل وطن واحد بروح عقلانية تسودها لغة الحوار وتحكيم العقل بدلا من الفرقة والشتات. وإن الحل الأمثل لكل المشاكل والخلافات هو الحوار الجاد الذي يفضي إلى إيجاد أرضية مشتركة يتم من خلالها وضع حلول ناجعة وطرح بدائل للتنمية الاجتماعية ونبذ الخلافات والتطرف واعتماد وجهات النظر المختلفة، لأن تشاد غنية بمواردها المادية والبشرية وتسع للجميع، ولا تتم الاستفادة من هذه الخيرات بالمعنى الحقيقي إلا في ظل السلام والاستقرار الشامل. والعاقل من اتعظ بغيره، فمن أمعن النظر يرى أن الكل مشغول بأزماته ونزاعاته الداخلية، فلا وقت للانشغال بأمور الغير، فقد آن الأوان للمصالحة الوطنية ووضع الأيدي فوق بعض والالتحاق بركب الأمم عن طريق السلام والتحليق مع الحكومة في فضاء التنمية الشاملة والتوجه نحو مزيد من الاستقرار واستتباب الأمن والعزم معا لمحاربة العدو المشترك عدو الإنسانية وهو الجهل والمرض والتخلف. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بصفاء الضمائر ونقاء القلوب ودفن كل الماضي المرير لأجل تجاوز المصالح الخاصة والتفكير في المصلحة العامة التي هي فوق كل شيء. وهنا ندعو الجميع وخاصة المجتمع المدني والساسة والمرشدين والمصلحين للقيام بحملة توعوية واسعة النطاق من أجل غرس قيم السلام والتضامن والعيش معا لنضمن سلاما مستداما يكون بردا وسلاما على بلادنا. والآن ننتقل بكم إلى الصفحة المخصصة للحملات الانتخابية. في إطار نشاطات حملة مشروع التفوق التوافق شاركت الرئيسة الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ هند ديبي إتنو برفقة المدير الوطني للحملة محمد زين بدع عباس شاركا في اللقاء الجماهيري الذي ضم العديد من مناضلي الحركة الوطنية والأحزاب المتحالفة بمدينة ماسينيا حاضرة ولاية شاري باجرمي. محمد حسن آدم وافانا بمزيد من التفاصيل. مواصلة لأنشطة الحملة الانتخابية وشرح البرنامج السياسي لمرشح التوافق المشير إدريس ديبي إتنو، وصلت الرئيسة الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ هند ديبي إتنو برفقة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا إلى مدينة ماسينيا حاضرة ولاية شاربا جرمي. وعقب الاستقبال فقد عقد وفد الحركة الوطنية لقاء جماهيريا بحضور المناضلين وأبناء المنطقة، واستهلت المناسبة بكلمة الترحيب التي قدمها المدير الولائي للحملة الانتخابية كادر صالح كنا. وعقبه في الحديث المدير الوطني لحملة مرشح التوافق محمد زين بدا. الحركة النسو نالمه لنسمة لكن بيرو السوتين سيلولة نمبس celui de la partie alliée, n'a pas le même chose que voter. Parce qu'à la Hambolda, taux de participation. Quand on a voté pour nous, on n'a pas voté pour les 10 années passées. Lakin taux de participation, la Kaligina, premier tour de l'Union. من جهتها الرئيسة الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ هند ديبي إتنو تناولت في حديثها الأهداف الأساسية لبرنامج مرشح التوافق. زي ما تعرفوا الكاس ديريكتور ذهب بدي ذهب لبنسيس دوم بدي لبنسيس كان يا أمشو بالكاترة شروع كارت عليكم كانت تقولوا بيزاي دين ديمين دور نبوته هو ما هذا وقد سمحت المناسبة لرئيسة منظمة نساء الحركة الوطنية بأقد لقاءات جانبية مع مختلف شرائح طبقات المجتمع بشاربة جرمي
بدءا بالتجمعات النسائية والمنظمات الشبابية، وطلبت منهم المشاركة الفاعلة في فعاليات هذه الحملة الانتخابية من أجل تحقيق الفوز في الدور الأول لصالح مرشح التوافق إدريس ديبي إتنو. كما اختتمت زيارة وفد الحركة الوطنية إلى شاريبا جرمي بلقاء المدير الوطني للحملة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا مع الإداريين والكوادر والشيوخ التقليديين ووجهاء المنطقة، وتمحور اللقاء حول القضايا التي تنصب في صالح تنمية وتقدم الولاية. ومتابعة للحملات التوعوية حول الانتخابات الرئاسية، جرى تنصيب عدد من المنسقيات الفرعية لبعض المكاتب بدوائر العاصمة والولايات لدعم الحركة الوطنية للإنقاذ وإطلاق بعض الحملات الولائية. تقرير عبد الله هارون برمه. قام أعضاء مكتب نوار لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ بحملة توعوية بحي شقوة بالدائرة السابعة، وخلال الحملة شرح أعضاء مكتب نوار للمواطنين حول كيفية اختيار مرشح التوافق إدريس ديبي إتنو، بينما واصل أعضاء مكتب المجلس البلدي جولتهم بحي جلمي بالدائرة الأولى بحدف حث المناضلين من عجل اختيار مرشح التوافق إدريس ديبي إتنو في رئاسيات أبريل المقبل. كما نصب العميل العام لمنسقية مكتب الشعب كوتوكو هماي مكوري أعضاء المنسقية الفرعية بالدائرة الثامنة برئاسة قديجة توم، وشرح لهم العميل العام كيفية التصويت لمرشح التوافق. وفي سياق متصل قام مسؤولو الحملة الانتقابية بالدائرة الثامنة بقيادة قديجة محمد حسن بحملة توعوية لمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ، بينما قامت المنسقية الفرعية لمكتب الغزالة بالدائرة العاشرة بحملة توعوية للنساء حول كيفية عملية اختيار الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ. وفي نفس الإطار افتتح العميل العام المكلف بمكاتب المساندة حسن سيلا بكري افتتح مكتب الحدف لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة مختار هارون صالح. كما شهد صالة قصر 15 من يناير حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي أبو عشاء الفرعي البالغ عددهم 80 عضوا برئاسة البروفيسور أسمان محمد آدم. وفي ذات السياق 5 مكاتب مساندة توحدت تحت مسمى شبكة عاش المنتصر بقيادة الرئيس الفخرية للشبكة مريم حسن محمد إتنو، والتي بدورها نصبت أعضاء المكتب الذي يتكون عددهم من 45 عضوا بقيادة كزمير كمنسق عام. العميل العام المكلف بمكاتب المساندة للحركة الوطنية للإنقاذ حسن سيلا بكري طلب من جميع المناضلين الخروج بكسرة في الساعات المبكرة للتصويت لمرشح التوافق. انتهت الصفحة المخصصة للحملات الانتخابية. وإلى الرياضة، فإن مباريات الإياب للمنتخب الوطني لكرة القدم الساو أو أمام منتخب ناميبيا تحولت إلى مباراة ودية بين لاعبي منتخب الساو لكرة القدم نظرا لقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي قرر إقصاء المنتخب الوطني لمباراته أمام منتخب ناميبيا ومالي. عباس بكر مصطفى. بات إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم الساو حقيقة واقعية لا مناص منها، وخاصة بعد صدور قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والقاضي بإقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للعام 2022 والذي صدر بتاريخ 22 من شهر مارس الجاري. هذا القرار ليس مفاجئا بل كان متوقعا وليس جديدا كذلك، إذ سبق وأن تم إيقاف المنتخب الوطني لكرة القدم قبل 3 سنوات. وضمن مساعي إنقاذ المنتخب الوطني قررت الحكومة التشادية تشكيل لجنة مؤقتة لإصلاح إدارة كرة القدم، مما أدى إلى حل الفيدرالية التشادية لكرة القدم، وأصبح منتخب الساو ضحية قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. هذا القرار القاسي وفق المشجعين والمسؤولين الرياضيين ربما يكون من صالح البلاد لتكوين منتخب قادر على رفع الراية الوطنية في مقبل المباريات المحلية والدولية. الجمهور الرياضي وبعض المسؤولين الرياضيين صدمتهم حقيقة الإقصاء، وقد تأكد لهم بعد أن توافدوا إلى ملعب إدريس محمد أويا لمتابعة مباريات الإياب أمام منتخب ناميبيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وتحولت مباراة الساو إلى حصة تدريبية بين لاعبي الساو تحت إشراف مدرب المنتخب جيمتا ومساعده أمان. ومن المقرر أن يشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على مسألة كرة القدم التشادية عبر تشكيل لجنة لتسوية الأزمة الرياضية التشادية من خلال إقامة جمعية عمومية لاختيار رئيس يدير كرة القدم التشادية وفق البنود المعمول بها لكرة القدم. ونختم النشرة بقراءة هذا البيان من السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هما. تستنكر السلطة العليا للإعلام السمعي البصري النداء الذي أطلقته منصة وسائل الإعلام الخاصة في تشاد بتاريخ 21 مارس 2021 من أجل حوار شامل للسلام في تشاد. في هذا النداء دعت المنصة إلى حوار شامل يضمن انتقال مفتوح لأجل إنقاذ الانتخابات الرئاسية. هذا النداء غير مناسب وغير مسموح به، وهو صادر عن نفس المؤسسات الإعلامية التي هددت بعدم تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية في 11 أبريل 2021، إذ لم تقدم لها الدولة مساعدة مالية. إن دور السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هو ضبط وتنظيم العلاقات بين السلطة العامة وسائل الإعلام والجماهير من أجل إعلام متعدد ومستقل في تشاد لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة. وتشير السلطة إلى أن التقارب بين الإعلاميين والسياسيين ينبغي أن يكون طبيعيا ولا يتحول إلى تواطؤ للمؤسسات الإعلامية. إن السلطة العليا للإعلام السمعي البصري لا تسمح مع استخدام المؤسسات المهنية الصحفية من أجل التمييز السياسي. ديدوني جونباي رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري. هكذا سيدتي وسادتي ننهي النشرة. أشكركم لكرم المتابعة. في أمان الله.